مرحبا أصدقائي من جميع المناطق والدول، سنقرأ من 25 الشهر إلى 30 الشهر. سنقرأ للبرج الرائع جدا صاحب الصفات المميزة، وهو من أشجع وأقوى الأبراج، ودائما مصر أنه يحقق أهدافه وطموحاته التي يسبو إليها، فإن شاء الله دائما سيكون النجاح حليفه. أكيد أنا بحكي عن البرج الرائع جدا برج الحمل. الرجاء من الجميع اللايك التشجيعي، والأشخاص الجدد على القناة ما ينسونا في الاشتراك، ومهم جدا يفعلوا زر الجرس عشان نكون على المباشر مع بعض بإذن الله تعالى. أما الأشخاص اللي تربح معي قراءات خاصة، القراءة كشف كامل روحاني على جميع الأصعدة، وإذا في موضوع معين أو مشكلة معينة أو متعرض للحسد أو السحر أو الأعمال السفلية نتناقش فيها بشكل مباشر، وبإذن الله تعالى بنلاقي لها حل. لكل داء في بإذن الله تعالى الدواء الشافي. كل الحب والتقدير لكم يا أصدقائي، وإن شاء الله القادم سيكون أفضل أفضل لمولود برج الحمل. سيبتسم لك الحظ في الأمور المالية، وستحقق بعض المكاسب المالية يكون أغلبها أعمال إضافية خلاف العمل الأساسي اللي أنت قائم عليه، وستحصل على مبلغ مادي أيضا عن طريقة الحظ والصدفة، يعني رزق من رب العالمين، الله يرزقك كمان وكمان، أنت تستحق يا مولود برج الحمل. هناك شخص كن لك العداء، وهذا الشخص هدفه انه يخرب علاقتك مع الحبيب ويزرع الفتنة بيناتكو، ليس عشان يصير انفصال. وهذا الشخص سيء جدا لدرجة انه سيقوم باعمال ما خلف الطبيعة مثل الاعمال السفلية والاعمال السحرية. الله يحماك بحمايته ويكفيك شر هذا الشخص، لأنه اللي ما بيخاف من الله عز وجل خاف منه يا مولود برج الحمل. حاول أنك تكون قريب جدا من الحبيب، وتكثروا تبادل الرسائل والمكالمات، وخصوصا هناك لقاء بينك وبينه بالفترة القادمة. حاول أنك تجلب للحبيب هدية عشان تعزز رابطة الحب اللي بيناتكو. طبعا يا أصدقائي، الهدية مش لقيمتها المادية، الهدية لقيمتها المعنوية، إنه هذا الشخص راح دور وبحث عشان ممكن يلاقي إشي يسر بالك وخاطرك. أما العازبون أو المنفصلون، لا تغلق الباب أمام الفرص العاطفية الجديدة، وخصوصا إنه هناك شخص سينعجب بك كثيرا، خصوصا أنك ستكون بهذه الفترة في قمة الجمال والأناقة، وتلفت انتباه العديد من الأشخاص إليك. ولكن في شخص معين سيحاول إنه يتقرب منك، وهذا الشخص من الأبراج النارية، يكون معك علاقة عاطفية إن شاء الله يكون نهايتها الزواج الصالح. حاول قبل ما تفوت بهذه المغامرة الجديدة إنك تحط النقاط على الحروف، وتكون هذه العلاقة إلها أساس معين، مثل إنك تفهم دائما الحبيب شو نهاية هذه العلاقة اللي هو الزواج والارتباط وتكوين الأسرة، وإن شاء الله يكون الزواج الصالح من حليفك. هناك شخص كنت تعرفه في الماضي، كانت تربطكم علاقة عاطفية مع بعض، ولكن لسبب ما انفصلتوا عن بعض. هذا الشخص ما نسيك، وخصوصا انه بعد ما جرب غيرك عرف انه انت جوهرة صافي، سيحاول انه يتواصل معك من اول وجديد، مثل يبعث لك خبر مع أحد الأشخاص
اللي كانوا يعرفوا بهذه العلاقة في السابق. حاول قدر المستطاع إنك تحذر من هذه العلاقة القديمة، لأنها قد تدمر مستقبلك، والمسلم لا يلدغ مرتين يا صديقي. فاحذر من هذا الشخص لأنه مخادع وأيضا كذاب. أما المتزوجون، قد يحدث بعض الخلافات والنقاشات الحادة بينك وبين الشريك، ولكن رابطة الحب اللي بيناتكم أقوى من كل المخططات الأشخاص اللي بيحاولوا يزرعوا الفتنة بيناتكم، وستكونوا ثنائي رائع جدا تدفع بمصلحة العائلة إلى الأمام. فالفرصة متاحة للأشخاص اللي ينتظروا مولود جديد أو فرصة حمل، وألف ألف مبروك اللي بحالفهم الحظ من مواليد برج الحمل. ستكثرون من الأمور الاجتماعية وخصوصا السفرات القصيرة، زيارة الأقارب والأصدقاء، واستكن بهذه المناسبات رائع جدا، متحدث بطريقة ذكية تلفت انتباه الأشخاص إليك. تكثرون أيضا من الأعمال الإضافية الرائعة جدا، وسيكون أغلبها فرص استثنائية تعود لكم بالنفع وبالدخل المادي الجيد. هناك بعض الخلافات بينك وبين أحد أفراد العائلة، حاول قدر المستطاع ضبط أعصابك. أنا بعرف إنك ناري ودائما ما بتحب إنك تكون يعني هذه الأعصاب، بتحب دائما صوتك مرتفع وأيضا مهاجم من الدرجة الأولى، وهذه شخصيتك القوية جدا تتفوق فيها على الأبراج الآخرين. ولكن حاول تكون هذه الأعصاب عشان تعرف صديقك من عدوك، لأن هناك شخص يحاول تشويه سمعتك ويحكي كلام صار وما صار عنك بهدف أن يقلل من قيمتك أمام أفراد العائلة والأصدقاء المقربين، لكي يشعر ببعض السعادة لأنه أذاك. فزيح الغباش عن عيونك واعرف صديقك من عدوك. هناك مناسبة سعيدة لأحد الأشخاص المقربين من حولك كحفل زفاف، ستكون بهذا الحفل مثل النجم بقمة الجمال والأناقة. راح تتلاقى مع أشخاص إلك زمان ما شفتهم، وستعزز صداقتك فيهم من أول وجديد. وهناك أيضا أشخاص كثر سيحاولوا التقرب منك بهدف منحهم الطاقة الإيجابية أو دعمك إلهم. فحاول قدر المستطاع إنك تحافظ على هذه الطاقة لستكون بالفترة القادمة، لكي تتجاوز كل العقبات والعراقيل التي تواجهك. أما القائمون على عملهم، هناك بعض الخلافات والمشاكل بينك وبين رؤسائك في العمل بسبب أنهم بحملوك أمور في العمل أكثر من المتفق عليها معهم، وبدون ما يعطوك أي أجر على هذا الموضوع. هذا الموضوع يشعرك في الظلم، وانت أكره عليك حدا يظلمك. ما راح تتردد انك تواجهه بشكل مباشر رؤسائك في العمل، بس هذا الموضوع ما راح يكون لصالحك. اذا جيت لرأيي كنصيحة، حاول انه لما يعطوك عمل خلاف العمل الاساسي اللي انت قائم عليه كاضافي، انك تحكي لهم هذا العمل سأستلمه، ولكن خلافي ما راح استلم اي حاجة إضافية، لأنه المتفق فيها أنا وياك واحد اثنين ثلاث. أما إذا بتتعامل بأسلوب هجومي من البداية، بظلهم اسمهم رؤسائك في العمل، ف
فقد تسبب بقطع رزقك، والرزق على الله عز وجل، الله يرزقك كمان وكمان، بس بني آدم يعقل ويتوكل. لنكمل يا أصدقائي، بس قبل ما أكمل بحب أعلمكم أنا بعمل 30 قراءة خاصة ومجانية بتم اختيارهم من التعليقات اللي تحت أسفل الفيديو كل آخر شهر. اللي ما بيحالفه الحظ هذه المرة ما يزعل، إن شاء الله بالفترات القادمة سيحالفك الحظ وتكون أحد الرابحين معي بهذه القراءة. أما للتواصل على طريقة الواتساب بتلاقي رقم الواتساب تحت أسفل الفيديو صندوق الوصف، ومرات بكتبه في التعليقات. أما الأشخاص اللي بتربح معي قراءات خاصة، القراءة عبارة عن كشف كامل روحاني عاطفيا ومهنيا، توقعات الأشهر القادمة بإذن الله تعالى، وإذا في موضوع معين أو مشكلة معينة أو متعرض للحسد أو السحر أو الأعمال السفلية بنتناقش فيها بشكل مباشر، وبإذن الله تعالى بنلاقي لها حل. دائما يا أصدقائي، لكل داء في بإذن الله تعالى الدواء الشافي. كل الحب والتقدير لكم يا أصدقائي، وإن شاء الله القادم سيكون أفضل وأفضل. بتمنى لكم الحظ السعيد من كل قلبي.